133 من نواب الجمعية الوطنية بالأغلبية الساهقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الأمر رقم 0.34 الصادر بتاريخ 30 من يوليو للعام الحالي، والذي يخول رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض المتعلق بتمويل مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة أبشة حاضرة ولاية والداي، والتي تم التوقيع عليها في 6 فبراير للعام الحالي في عاصمة دولة النيجر نيامي، وذلك بين حكومة تشاد والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، حيث أن هذا المشروع يهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة أبشة انطلاقا من وادي البطيحة وتوصيل الفائل لكمية المياه الموجودة حاليا بالمدينة، ورفع معدل الحصول على مياه صالحة للشرب من نسبة 40% الحالية إلى 100% في نهاية هذا المشروع. كما يوفر المشروع سهرجين مائيين جديدين تبلغ سعتهما 2000 متر مكعب للخزان الواحد لدعم الوحدات القائمة والتي سيتم إعادة تأهيلها، وتستفيد 6 قرى من المياه الصالحة للشرب على طول أنبوب التصريف الذي يمر بين البطيحة ومدينة أبشة. كما أشاد عدد من نواب الجمعية الوطنية بهذا المشروع الذي يوفر مياه صالحة للشرب لمدينة أبشة، مطالبين من الحكومة تعميم المشروع للوصول إلى كافة ولايات البلاد. أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي حسين طاهر سجومي، والذي قال بأن هذا المشروع الحيوي والذي موله عدد من الشركاء المانهين هو بمثابة شريان الحياة، لأن الماء هو الحياة. وزير البيئة والمياه والصيد هو الآخر أوضح بعض النقاط الهامة من المشروع. زي ما أنتم تعرفون مدينة أبشة ده عندها مشاكل كبير في الكلام هنا المدة، ومشروع ده يعني يقدر يحل لك مشكلة هنا المي في أبشة. ده ما وهذا يعني ده 15% هنا المشروع ده قاعد، واليوم البرلمان صدق فوقه، فضل فون سعوديان كله يجي فوقه وإيتا كله يجي فوقه، وده قولوا ده كله قاعد موجود خلاص. أنا فون سعوديان ده كله أسبوع الشهر الجاي ده نجيبوه هنا في برلمان يصدق فوقه، وكان الله سهل ده إن شاء الله قبال سنة يكمل سنة 2018 يكمل نبدأ مشروع أنا بشدة. وتأكيدا لما سبق أن هذا المشروع سيساهم فيه كل من الصندوق السعودي للتنمية بنسبة 25 مليون دولار أمريكي، ويؤد فيه نسبة الإسهام 59.9%، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بنسبة 15 مليون دولار أمريكي ويؤد فيه نسبة الإسهام 35.7%، والحكومة التشادية بنسبة 2 مليون دولار أمريكي ويؤد فيه نسبة الإسهام 4.8%، والمدة الفعلية لتنفيذ هذا المشروع أقصاها 4 سنوات.